عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. الإقبال على الشهوات والانغماس في الملذات وحب الدنيا تدفع بالإنسان إلى اتخاذ هواه معبودا من دون الله. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فالرجل الغارق في الشهوات المنغمس في المعاصي والملذات يكون بعيدا تماما عن الدعوات الأخلاقية والحركات الإصلاحية، يكون محبا للرذائل معاديا للفضائل. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن من هذا الصنف، بل على العكس تماما، إنه من خيار الناس أخلاقا حتى قبل إسلامه، يعظم من شأن الفضائل والمكارم، وما طعنه طاعن بشيء في أخلاقه لا في الجاهلية ولا حتى بعد إسلامه ومعاداته للكافرين. ودعوة الإسلام هي دعوة الأخلاق العظمى في الأرض، ورجل له أخلاق الصديق لا بد أن يستجيب لهذه الدعوة المباركة. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرة: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فأجاب بقوله: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال الصديق رضي الله عنه: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. ولد الصديق رضي الله عنه بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين وأشهر، وكان منشأه بمكة لا يخرج منها إلا لتجارة، وكان ذا مال جزيل في قومه وثروة تامة وإحسان وتفضل فيهم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية من رؤساء قريش وأشرافهم وأهل مشورتهم، وكان محببا فيهم وأحد وجهائهم، وذلك أن الشرف في قريش قد انتهى قبل ظهور الإسلام إلى 10 رهط من 10 أبطن، وكان أبو بكر رضي الله عنه أحد هؤلاء العشرة. فكانت إليه الأشناق وهي الديات والمغارم، فكان إذا حمل شيئا فسأل فيه قريشا صدقوه وأمضوا حمالة من نهض معه، وإن احتملها غيره خذلوه.
وبهذا نعرف أن الصديق رضي الله عنه في المجتمع الجاهلي كان شريفا من أشراف قريش، وكان من خيارهم، ويستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد. فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم كانوا يحبون الصديق ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وقد اشتهر الصديق في الجاهلية بعدة أمور، منها علمه بالأنساب، فهو عالم من علماء الأنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل، وكانت له مزية حببته إلى قلوب العرب، وهي أنه لم يكن يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب بخلاف غيره، فقد كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر. وفي هذا تروي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. وعن عمله في الجاهلية، فقد كان الصديق رضي الله عنه تاجرا، ودخل بصرى من أرض الشام للتجارة، وارتحل بين البلدان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم، عرف به في أيام الجاهلية. وعندما نعيش مع أبي بكر رضي الله عنه في الجاهلية نجده من أعف الناس، حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام. روى ابن عساكر بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد ترك أبي وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. وقالت: حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا في الإسلام. وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة ويدنيها من فيه، فإذا وجد ريحها صرفها عنه، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحماه. وقد سئل الصديق مرة: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فأجاب بقوله: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال الصديق: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. الله أكبر. بعض الناس كانوا عقلاء في الجاهلية لا يشربون الخمر، منهم أبو بكر الصديق، وهذا من كرمه وكمال عقله، كما قال عنترة بن شداد. عنترة بن شداد كان لا ينظر إلى النساء الأجنبيات إذا خرجنا من بيوتهن، إذا خرجت جارته من الخيمة غض طرفه وقال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا من كرمه. نعود إلى الصديق رضي الله عنه فنقول: إن من كمال عقل الصديق رضي الله عنه في الجاهلية أنه لم يسجد لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم أخذني أبي أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. انتهى كلامه.
هكذا حمله خلقه الحميد وعقله النير وفطرته السليمة على الترفع عن كل شيء يخدش المروءة وينقص الكرامة من أفعال الجاهلين وأخلاقهم التي تجانب الفطر السليمة وتتنافى مع العقل الراجح والرجولة الصادقة. فلا عجب على من كانت هذه أخلاقه أن ينضم لموكب دعوة الحق والحقيقة ويحتل فيها الصدارة ويكون بعد إسلامه أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وقد فقه الصديق. بعض الناس قد يفتن بالديانة القديمة ويعتقد صحتها ونبل القائمين عليها، وهذا سبب كفر مشركي مكة، فهم قد تلقوا عبادة اللات والعزى عن آبائهم وأجدادهم، ومن ثم فهم لا يتخيلون أن تأتي دعوة ترد عبادة تلك الآلهة المعبودة من دون الله. فقامت الحرب التي لا هوادة فيها. أما أبو بكر الصديق فأي شيء يعظم؟ أيعظم اللات؟ أيعظم العزة؟ أيعظم هبل؟ ألهم تاريخ يشهد لهم بالتقديس؟ أبو بكر رضي الله عنه ما سجد لصنم قط في حياته، بل كان دائم الازدراء لهذه الأحجار، ويعلم علم يقين أنها ليست آلهة، فكيف ينفع غيره من لا يستطيع نفع نفسه؟ فكانت دعوة الإسلام لأبي بكر خلاصا من دين ثقيل على النفس، وإجابة على أسئلة وإشكالات لا تنتهي، وراحة لقلب شك طويلا في اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. سبحان الله، هذه الصفات النبيلة التي حملها الصديق رضي الله عنه جعلت رجلا عظيما كمحمد عليه الصلاة والسلام يتخذ منه صاحبا وصديقا قبل بعثته، وتمتد صحبته معه إلى مماته. فقد كان أبو بكر صاحبه الأول وصفيا له حتى قبل الإسلام، وكفى به صاحبا. وهذا يفسر لنا سبب اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديق كأول رجل يعرض عليه الإيمان بالرسالة. قد يقول قائل: لعل يكون من المنطق أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أحد أقاربه قبل الصديق، وخاصة في هذه البيئة القبلية، فما الحكمة ألا يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بدعوة عمه أبي لهب أو عمه العباس أو عمه حمزة أو غيرهم من عائلته وأهل بيته؟ أقول: لا شك أن الصديق بلغ في مراتب الصحبة مقاما جعله أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أقاربه، فرضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. لله در الصديق رضي الله عنه، فقد كان يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام، وقد شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل. ولا يعلم أن أحدا من قريش عاب أبا بكر بعيب، ولا انتقصه ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد علق الأستاذ رفيق العظم على حياة الصديق في الجاهلية فقال: اللهم إن امرأ نشأ بين الأوثان حيث لا دين زاجر ولا شرع للنفوس قائد، لجدير بأن يتلقى الإسلام بملء الفؤاد ويكون
أول مؤمن بهذه العبادة، مبادر بإسلامه لإرغام أنوف أهل الكبر والعناد، فرضي الله عنه وأرضى. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.